السلام عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. وش الاكل اللي مفروض اتحاشاه؟ الاكل اللي ما يدخل في عمليه الايض، اللي ما له تعريف داخل الجسم. اي طعام ليس له تعريف، يعني اي شيء فيه محسنات صبغات مو طبيعي، هنا معناته الجسم ما يقدر يقرا الباركود. تكون مثل اللي مدخل على امك في المطبخ قطع غيار سيارات ما له علاقه في المطبخ. الجسم يقول لك وش اسوي بالاكل هذا، خصوصا الاطعمه المكرره، عندك السكر، الملح، زيوت، ويقولوا بعد الدقيق المكرر. طبعا كل واحد له بديل طبيعي، يعني مثلا الزيت تستخدم زيت زيتون، زبده، شحم حيوانات في الطبخ، الملح تستخدم ملح بحري، ملح صخري. اذا قال لك لا انه ما في يود، لا فيه ملح بحري مضاف ليود، مثل الملح المضاف.